السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هناخد تست 1 لأولى إعدادي ترم أول بإذن الله، هنحله من كتاب الأضواء. طيب تعالوا نسمي الله كده ونبدأ نتكلم على الامتحان وحله، وإن شاء الله هنحله كمان بالباراجراف. بذكركم اللي انتوا معاكم الإنجليزي أسهل مع ميس سارة سامي. تنسوش لسه ما اشتركش معانا يشترك عن طريق الضغط على الزرار الأحمر سبسكرايب، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلك الجديد بتاعنا. وبالنسبة لصفحتي على الفيسبوك الإنجليزي أسهل مع ميس سارة سامي، متابعة وإعجاب بالصفحة، وكمان صفحة الإنستجرام سارة سامي 825 مكتوب الاسم بالإنجليزي وجنبيه الأرقام بالإنجليزي 8 2 5. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو دوت ونبدأ مع بعض حل التست 1 من كتاب الأضواء. أول سؤال عندي بيقول لي listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هتسمعوني واتبعوا معايا وتكتبوا الإجابات، وبعدين بتكملوا مع بعض الفيديو عشان تشوفوا إجاباتكم صح ولا لأ. جزئية أو نص التكست listening text بيتكلم على إيه؟ نص الاستماع بيقول، نبدأ نركز ونسمع. حبيبة مرزوق is a gymnast. She is 18 and lives in Cairo with her family. She goes to school and she studies hard. In the evenings, she trains for 5 or 6 hours. نقول الترجمة بقى. حبيبة مرزوق بتكون لاعبة جمباز، هي عندها 18 سنة وبتعيش في القاهرة مع أسرتها، وهي بتذهب للمدرسة وبتذاكر باجتهاد في المساء أو كل مساء، هي بتتدرب لمدة 5 أو 6 ساعات. تعالوا نشوف مع بعض أسئلة الليسننج، ويا رب تكونوا جاوبتوها عشان تبدأوا تحلهم وتشوفوا الإجابات. What is حبيبة مرزوق؟ هي بتبقى إيه؟ مين هي حبيبة مرزوق؟ قلنا a gymnast. Where does she live؟ هي بتعيش فين؟ قلنا in Cairo. How old is she؟ قلنا 18. When does she train؟ هي بتتدرب امتى؟ In the evening، في المساء. طيب نيجي بعد كده السؤال التاني. Complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي ما بين باسم ومازن. Who is your best friend مازن؟ مين هو صديقك المفضل؟ قال له he is أيمن، اسمه أيمن. قال له how old is he؟ عمره قد ايه؟ ليه انا قلت old؟ لان هو كان الاجابة عندي قال لي العمر. He is 13. He is in the same classroom، ده في الفصل معانا. What are his favorite subjects؟ ايه هي مادته المفضلة؟ He likes science and maths، يبقى هو بيحب ايه؟ المواد العلوم والرياضيات. And what is his favorite sport؟ ايه هي رياضته المفضلة؟ He likes basketball. Is he tall؟ هل هو طويل عشان كده بيحب basketball يعني؟ قال له yes he is، ايوه بالفعل هو بيكون. نيجي للسؤال الثالث. هو read the following then answer the questions، اقرا التالي ثم اجب على الاسئله. طبعا بطريقه تدريبنا على قطعه الكومبرهنشن او قطعه الفهم دي متعودين احنا بنقرا الاسئله الاول بسرعه وبعدين بنرجع ندور على اجابتها في الفقره، لان اكيد الفقره دي مش عندكم في المنهج فمش كل كلماتها هتبقوا عارفينها. طيب نيجي ونشوف السؤال بيقول ايه. Answer the following questions، أجب على الأسئلة التالية. Where does his grandfather live؟ كان بيعيش فين جدها؟ هنشوف للفقرة كده نرجع لها بسرعة. مكتوب he lives in a small house، في منزل صغير. In the mountains، في الجبال. طيب السؤال الثاني. Where does he sleep؟ هي بتنام فين؟ نرجع للفقرة تاني. مكتوب sleeps، he sleeps in a bed in the attic of the house، اللي هي في السقيفة بتاعة المنزل اللي احنا قلنا في قمة المنزل. Why is he sad؟ ليه هي كانت حزينة؟ Because her aunt مالها takes her to the city، اخدتها للمدينة. He doesn't like the city، كانتش بتحب المدينة. And she is very sad، وكانت حزينة to be away from her grandfather، تكون بعيدة عن جدها. Bitter and the goat. And the goat بيتر اسمه كده، and the goats والمعيز بتوعه. طيب تعالوا نشوف بعد كده الأسئلة الاختياري. choose the correct answer from A, B, or C or D. هيدي lives with her، كانت بتعيش مع مين؟ her grandfather، مع جدها. هيدي doesn't like the city، كانتش بتحب المدينة. the underlined word her refers to، بيشير إلى إيه؟ كان بيشير إلى هيدي نفسها، وإحنا قلنا دلوقتي takes her اللي هي كانت عمتها أخدتها. اهي
هيدز اند ارايفز اند تيكس هير، كانت وصلت عمتها واخدتها. طيب تعالوا نشوف بقيه الاسئله. بيقول اللي بعده شوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. يور مام اور دادز جراند فازر از يور جريت جراند فازر. يبقى جد مامتك وباباك، يبقى هو ايه؟ الجد الاكبر، جريت جراند فازر. خالد اند علي ار توينز، ليه؟ زي ار براذرز اند ايج 12، هم اخين وكمان عندهم 12 سنه، يعني عندهم نفس السن، يبقى على طول ايه؟ توينز. السؤال اللي بعده بيقول chess is a game for two people، هو الشطرنج. طيب when her parents died، لما مات، in an accident، في حادث، she became a or an orphan، اصبحت يتيمه. I can't climb this mountain because it is very high، لانه عالي جدا. سلوى works hard to achieve، عشان تحقق her dreams، يبقى هي كانت بتعمل بجد عشان تحقق احلامها. كمان معاكم بقيه الاسئله. I train every day to be fit، انا بتدرب كل يوم. My friends and their parents، اصدقائي وابائهم، came to watch me playing in the school، جم عشان يشوفوا وانا بلعب في المدرسه. Mazen and I always go to school on foot، بنذهب للمدرسه ماشيا او سيرا على الاقدام. Does your little brother like milk، هل اخوك الصغير بيحب اللبن؟ Read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها الخط. This book belongs to Ali. It is his، ملكه. I always listen، ليه ما قلناش listens؟ لأن هنا listen ما بتاخدش اس المفرد، هي I بتعامل معاملة الجمع، فبتفعل الفعل اللي بيجي معاها بيجي زي الأفعال اللي بتيجي مع الأفعال ضمائر الفاعل we وزي ويو من غير اس المفرد، بعكس هي وشي وات. هي وشي وات ضمائر الفاعل المفرد دول بيجي معاهم الفعل في اس المفرد. طيب نيجي للي بعده. That pen is mine and this is yours، القلم ده بتاعي وده بتاعك. Do your friend play football on Mondays، في ايام الاثنين هيبقى المفروض الصح ايه؟ Does your friend، هل صديقك يلعب كرة القدم في ايام الاثنين؟ طب تعالوا بقى نشوف الباراجراف. كاتب لي المفروض of 80 words on your favorite sport، في رياضتك المفضلة. سبق قبل كده عملنا نفس الباراجراف ده، ما بحاولش اعمل باراجرافات كتير علشان ما تعبش دماغكم في الحفظ واللي انتوا تفهموه، لا هو باراجراف واحد ممكن نستخدمه في كذا عنوان للباراجرافات وكله صح. ازاي؟ بعد كده عملنا باراجراف على يور فافورت هوبي، هوايتك المفضله، ممكن تبقى هي هياها ماي فافورت سبورت. ليه؟ لان لما جينا نتكلم عن الهوايه المفضله قلنا ايه؟ قلنا ان هوبيز ار فيري امبورتنت، الهوايات بتكون مهمه جدا تو ايفري وان، لكل واحد. اي لايك سبورت، خلينا هوايتي المفضله هي الرياضه. واتكلمنا كمان فيها على ان ماي فافورت هوبي از بلاينج فوتبول، انا هوايتي كمان اللي انا على كره القدم، فاتكلمت على ان كره القدم دي رياضتي المفضله. قلنا كمان فيها ان فوتبول از اولسو ماي فيفورت سبورت، هي رياضتي المفضله. ات از بوبيلر، وهي مشهوره اول اوفر ذا وورلد، في كل العالم. ماي فيفورت بلاير، لاعب المفضل عندي از محمد صلاح. I play football with my friends، وانا بلعب الكوره مع اصدقائي. We usually spend a very nice time، واحنا بنقضي اوقات جميله. Football is a sport، هو رياضه. That many people like to watch، وناس كتير بتحب تشاهدها. ايه كمان كتبناه في my favorite sport؟ قلنا اخر جمله قلناها كانت بتقول ان many people like to watch or play، تشاهد او تلعب، تشاهد او تلعبها يعني. It is one of the most famous sports، هي واحدة من الالعاب المشهورة. Around the world، حول العالم. Many people play it، كثير من الناس بيلعبوها. And enjoy it، ويستمتعوا بها. I like to play it، انا بحب العبها. And watch it on TV، واشاهدها في التلفزيون. I also like to play it، بحب العبها. On PlayStation، في العاب البلايستيشن. I like to go to the stadium، احب اروح للاستاد. تو واتش ماتشز، لمشاهده المباريات. بكده خلصنا مع بعض يونت 1 وحلينا عليه كمان الحمد لله امتحان الشامل من كتاب الاضواء. انتظروا ان شاء الله الامتحان يونت 1 من كتاب المعاصر بالباراجراف عليه باذن الله. دمتم في امان الله.